ده بيسأل عن العادة السرية، وهل بتجوز ولا ما بتجوز؟ ما بتجوز يا اخواننا، دي من المحرمات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون. المؤمن بيحفظ فرجه من أي حاجة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا الأشياء اللي استثناها ربنا. قال: إلا على أزواجهم، واحد، أو ما ملكت أيمانهم، اثنين، فإنهم غير ملومين. ما في بأس لو أنت متزوج لزوجتك أو زوجاتك. طيب، أو لو في ملك يمين، ملك يمين ده بيرتبط بالجهاد. لما يعلن الجهاد والناس يجاهدوا ويسبوا نساء الكفار، بعد ذاك اسمه ملك اليمين. برضو لو عندك منهن 10 15 ما مشكلة. كويس؟ ده ملك اليمين. بعدين ربنا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير ده، الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. ده معتدي غلطان ارتكب حرام، واستدل بالآية الإمام الشافعي على حرمة ما يسمى بالعادة السرية. طيب، هل الحجاب واجب على من يقول هذا ليس من الدين، أو ومن يقول هذا ليس من الدين هل يكفر؟ أولا يا إخواننا، الزول اللي بينكر إنه الحجاب من الدين، حجاب مقصود به حجاب المرأة، يعني سترة المرأة، اللي بيقول ما من الدين كله ده أنكر ما ثبت بالقرآن والسنة، وده على خطر عظيم جدا. ما تقول ما من الدين، لأنه موجود في القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ده ثلاثة أصناف، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين، ده الأصناف ثلاثة، ما لهم يعملوا شنو؟ قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين، الإدناء قالوا هو الإرخاء من أعلى إلى أسفل، الإرخاء من أعلى إلى أسفل كما قال ابن حجر. طيب، نحن لو دارين نفهم الآية دي، عشان ما يجي واحد يقول لك لا ما تفسر لنا الآية أنت. طيب، الآية دي مخاطب بها نساء النبي وبنات النبي وأمهات المؤمنين ونساء الأمة دي كلين. القعدات الليلة دي نساء الأمة، أمهات المؤمنين ما في، بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما في، لكن نشوف نحن بنات النبي صلى الله عليه وسلم عملوا شنو، وأمهات المؤمنين عملوا شنو. السيدة عائشة تكلمنا قالت: رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله تعالى: وليضربنا بخمرهن. الخمر دل القماش بتاعنا التخين، على جيوبهن. الجيوب دي الفتحة بتاعت القميص الفوق هنا أعلى العنق. طيب لاحظوا الآية، قال ربنا قال: وليضربن بخمرهن على، يعني الخمار، الخمار اللي بيكون فوق الراس، فوق الراس بيجي على الجيوب، على من فوق على الجيب، الجيب ده الفتحة هنا. الخمار لو جاي من الراس على الجيب بيمر بوين؟ بيمر بالوش، لابد، لأنه من فوق على جيوبهن بمر بالوش. قالت السيدة عائشة: ثم خرجنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهن أحد. معناه شنو؟ المرأة أصلا بيعرفوها من وين؟ من وشها، يعني بيعرفوها من ركبتها، من وشها. فقالت: لا يعرفهن أحد. معناه فهما من الآية شنو؟ إنه المرأة تغطي وجهها وزينتها كلها. بعدين يا اخواننا، التبرج اللي ربنا اتكلم عنه في القرآن كان شكله كيف ذاته؟ انت لو ما عرفت التبرج كيف، ما بتعرف انه الحجاب ذاته امرهم يغطوا شنو؟ هم كانوا كاشفين شنو اصلا؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ انت قايل زي ده لسه؟ لابسات خطوة لهنا ووحدات نص ما في والنص التحت، لا ما في كلام زي ده. تبرج الجاهلية الأولى بيكشفنا النحر بتاعنا هنا، بيكشفنا النحر، ده تبرج الجاهلية الأولى. وربنا قال لنا غطا ده وما تتبرجن كده، يكون عملا شنو؟
كنا نعمل شنو بالضبط؟ مش كنا نغطن ده؟ ده الموضوع كله. فده الحجاب وأدلته من القرآن والسنة وأدلة كثيرة جدا. الزول اللي بينكر الكلام ده معناه بيعترض على القرآن وبيعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيعترض على القرآن والسنة ده ما مسلم. المسلم ما عنده الحق يعترض على القرآن ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين ممكن في وحدات تكون جاهلات ما تعلمن الوحدة داير أو دار تكشير كده أو دار تعرس كويس. عندنا أغراض تانية واحد يقول ألبس الحجاب تقول لك عارفاه ولا أنا عارفاه مش دين هاي قرونا في سورة النور في سنة ثالثة عارفاه. وطيب ما عليك قابلت الناس نفسها كده تقول لك يا أخي ما أنتوا شايفين الوضع براكم بس خلاص. دي ما معترضة على الدين يا أخواننا فرقوا. دي ما معترضة على الدين لكن عندها هوى. نسأل ربنا يهدينا زيدين لكن الواحد ما يكون عنده اعتراض على أصل الحجاب في القرآن والسنة.